بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا في اخر جزء من التشابتر التشابتر 5 بارت 1 عرفنا ان راسندل صمم يروح يقابل انطوانيت دوموبان في ان ذا سمر هاوس، المنزل الصيفي، وعرفنا ان انطوانيت كانت بتحاول تحذر راسندل من انه لازم يغادر بسرعه لان رجال مايكل على وصول، وان هما مش جايين يتفقوا معاه، دول جايين يخدعوه علشان يفتح الباب لهم ويقتلوه. طبعا ان راسندل يمشي او يغادر، لا طبعا كان عنده رسالة، لازم يعرف الملك موجود فين، لازم يتأكد ان الملك على قيد الحياة، وطبعا ده خلى الوقت يضيع منه ورجال مايكل وصلوا. عارف ان مايكل باعت التلات رجال اللي هما الفورينرز الاجانب، المتحدث بلسانهم كان ديتشارد من برا، فراسندل عايز يبين لديتشارد انه كشف شخصيته، فبيسأله هو انا بتكلم مع السيد ديتشارد، بيكلمه من ورا الباب. فتعال نشوف بقى ديتشارد هيرد يقول له ايه. دلوقتي احنا هنبدا شابتر 5 بارت بي او بارت 2. هنا بيقول لما راسندل طبعا عرض عليه، بيقول له اللي معايا السيد ديتشارد، قال له our names are not important، اسمائنا يا اخويا مش مهمه، انت هتصاحبني يا اخويا. وهيبدا بقى يعرض عليه عرض مهم جدا، يعني احنا نخلي بالنا من العرض بتاعه. العرض ايه بقى يا ولاد؟ We can offer you a safe journey to the border and 50,000 English pounds. احنا عارضين عليك رحلة آمنة، رحلة آمنة to the border، للحدود بتاعة الدولة، and 50,000 English pounds، 50,000 جنيه استرليني. طبعا احنا عارفين ان this is a trick، طبعا trick يعني خدعة، to open the door. فطبعا راسندل حب يكسب وقت، حب يلعب بأعصابهم، قال لهم that sounds a generous offer، العرض عرض سخي. I said but of course I didn't trust them all، ما كنتش واثق فيهم. فقال لهم give me a minute to think، ادوني دقيقة افكر. Then I told Antoinette and her servant to stand close to the wall، قال لها اركني ورا الجدار اللي هناك ده، تمام، from the door، away from the door، بعيد عن الباب. فراحت قال له ليه؟ What are you going to do؟ انت هتعمل ايه؟ لا you will see، هتتفرجي. بيحاول بقى ايه؟ يتفاخر قدامها. فطبعا هنشوف a battle، معركة، in the summer house، في المنزل الصيفي. I picked up the iron table، فاكرين الترابيزة اللي لما دخل لقى ترابيزة حديد ومعاها كرسيين، فبيقول التقطت المنضدة الحديدية and held it by the legs، ومسكها من رجلها. طبعا هنا مسك الترابيزه من رجلها يا ولاد، مش حاجه تانية، تمام، ترابيزه من رجلها. So it was in front of me، حط الترابيزه. طبعا he used the table as a shield، shield يعني درع. مسك الترابيزه كده من رجلها وخلت الاطار بتاع الترابيزه قدامه علشان خاطر يصد اي هجوم جاي من رجال مايكل، شيلد يعني ده. فبيقول then I said، قال لهم جنتلمان، ايوه الرجال، I accept، I would like to accept your kind offer، حابب العرض بتاعكم. perhaps you can open the door for me، افتحوا لي بس انتوا الباب. فديتشارد قال له ايه؟ why don't you open the door yourself، وانت ما تفتحش الباب لنفسك ليه، اتشليت؟ قال له very well but it opens outwards، الباب بيفتح لبره، تمام، يعني لازم ترجع ورا تنزلوا كام سلمة عشان اعرف افتح الباب لبر. I explained you will need to step back، step back يعني يخطو للخلف، لازم تاخدوا خطوة للخلف، or the door will hit you، وإلا الباب هيخبطكوا، ده انا خايف عليك. فطبعا I pretended to try to open the door، راح يحرك الأكرة بتاعت الباب، حاول يعمل نفسه بيفتح الباب، and I called out، راح قال له I can't open it، انا مش عارف افتح الباب. فبعد ما نزلوا لهم اربع سلالم راحوا طالعين تاني، ديتشارد راح مزعق وقال له I will open it، يا عم خلاص بقى انا هفتحه انا، تمام، وطلع طبعا عشان يفتح الباب. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل. بيقول as ديتشارد، طبعا احنا عنوان المقطع a miraculous escape، هروب بعجوبه بمعجزه. فبيقول as ديتشارد was walking up to the door، walk up to the door يعني يصعد تجاه الباب، هو بيصعد تجاه الباب، I moved quietly، خد بعضه بقى بالترابيزة وراح واخد الترابيزة بقى ايه
واخدها ورا 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 كده، قاعد يرجع بظهره بظهره بظهره. I moved quietly to the back of the summer house. رحت راجع بهدوء كده، قعدت ارجع لورا، ارجع زي العربيه بترجع لورا كده والترابيزه قدامي. It took him a few seconds. اخذ بضع ثواني to open the door عشان يفتح الباب. But as soon as he did. بمجرد بقى طبعا هو ما فتح الباب، ايه اللي حصل؟ I ran at him as fast as I could holding the table in front of me. جريت عليه باسرع ما يمكن، ماسك الترابيزه قدامه، ماسكها بقى من ماسك الترابيزه من رجلها وبيجري وماسك الترابيزه قدامه وراح عليهم. فطبعا هم، انت متخيل واحد بيفتح الباب لقى واحد بيجري عليه بترابيزه داخل عليه زي القطر، فطبعا رد الفعل هيطلعوا المسدسات طخ 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 ضرب المسدسات، وده بيجري عليهم. طبعا لما جرى عليهم بقى there was a terrible noise، كان في ضوضاء عاليه. ليه بقى التربل نويز دي؟ واي كانت جايه منين؟ قال لك طبعا لان all the three men، كل الثلاث رجال fired their guns at once. طبعا احنا عندنا fired their guns يعني اطلقوا النار من المسدسات، اطلقوا النار من المسدسات في لحظه واحده، اللي هو رد الفعل الطبيعي. واحد جاي بيجري عليك بالترابيزه وانت رحت مطلع طخ 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 بط. طبعا I was protected by the tabletop، كانت تحميني مقدمه المنضده، تمام كده. المهم the men were all standing on the steps، طبعا هما بيضربوا نار وبيرجعوا وده بيجي عليهم، هما يرجعوا وده يجي عليهم. طبعا كانوا بدأوا بقى ينزلوا على السلالم بظهرهم، السلالم ظهرهم للسلالم بتاعة البيت up to the summer house. طبعا so I ran out، وانا عمالة نجري. ناسا بقى رسمت ان في سلالم. the table top، ايه بقى اللي حصل؟ ان مقدمة المنضدة hit them، صدمتهم، and they fall down the steps، وراحوا طبعا drip واقعين كلهم من على السلالم على بعض ودريب رسند اللي فوقيهم بالترابيزه. Before I knew what was happening، وقبل ما اخد بالي من اللي بيحصل، I was too falling down، هو بقى ناسي ان كان في سلالم، هو كمان وقع. Falling down the steps، وقع كمان من على السلالم. But I was on top of them، ده اللي خلى طبعا his situation is stronger، يعني عشان كده he could get up faster. طبعا هو قدر يقوم ويتحرك اسرع. ليه؟ he was on top of them، طبعا هو كان هو اللي فوق، يعني لما وقع كده بالترابيزه الترابيزه راحت مبططه الرجاله كده على السلالم وهو كان فوقيهم، متخيلين ازاي؟ فطبعا on top of the men I managed to get up fastest، عشان كده قدرت ان انا ايه طبعا اقف بسرعه اهي managed to get up fastest and run away. طبعا هو بيجري بقى ايه، متخيلين؟ يبقى هو كان بيجري firing my gun behind me، هو بيجري وبيضرب نار والتانيين من تحت الترابيزه، اوعى يا جدع اوعى بيهرب يا جدع. انتوا متخيلين بقى الموضوع ازاي؟ فتعالوا بقى نشوف اللي حصل ايه. طبعا تعالوا نشوف هو بقى recalling، استرجع او تذكر انتوانيتس instructions، ان هي سايبه له سلم في الجنينه، تمام. فبيقول there were angry shouts، كان في صيحات غضب، اللي هو ارجع يا ابني التيت، فاهمين ازاي؟ صيحات غضب، ارجع انت رايح فين، انت بتسيبنا وتجري كده. فطبعا and more shots، وفي طلقات ناريه. I remembered what Antoinette had said about a ladder، اللي هو السلم الخشب، تمام. and soon found it and climbed over the wall in seconds، يبقى هو دلوقتي يا جماعه نقدر نقول ان he could escape alive، هو قدر يهرب على قيد الحياه with the help of بطلين للقصة دي. مين البطلين بقى؟ the ladder، السلم الخشب، و the iron table. يبقى هو عارف يهرب باستخدام السلم الخشب والايرون تيبل، المنضدة الحديدية. انت طبعا هو لما بقى ايه طلع السلم، ركن السلم على جدار الجنينة وراح ناطط بره. فطبعا هو لما نط بره لقالك ضرب نار من جوه البيت لحد بيضرب نار من بره البيت، فهو ناسي بقى مين سبت يا جدع. فطبعا بيقول اهوت I found it and climbed طبعا over the wall in seconds running along، جريت بمحاذاة the outside of the wall، خارج الجدار. I heard more shots، سمعت طلقات نار. but I realized they were being fired، اللي كان بيطلقوا مين؟ سبت. سبت ده عامل زي
الاسعاف اللي هي توصل بعد الميت ما يمشي بعموت يعني، فاهمين ازاي؟ هو was trying to get into the gate، كان بيحاول يدخل ايه البوابه. فرسم تلجاله من ورا وراح متك على داره وقال له ايه سبت سبت، بص يا بابا اتس مي ليتس جو، بتعمل ايه يا حبيبي يلا بينا. اي شاوتد قال له يو ار سيف، هي كرايد ان سربرايز، صرخ طبعا في دهشه، ده يا عم في معجنه جوه، في مليون واحد جوه، انت طلعت حي ازاي؟ تمام. فرد قال له اي هاف ا فاين ستوري، ده عندي قصه رائعه، تو تيل يو اباوت ا تيبل، هحكي لك قصه تحفه عن ترابيزه مسكت رجليها وكانت زي الفل في ايدي. اي تولد هيم از وي جامبد اوت جامبد اون اور هورسز اند رود كويكلي باك تو ذا بالاس، وركبنا الحصان ورجعنا للقصر. طبعا ساعتها هيبدا بقى ايه، يبقى في حسابات تانية. ليه بقى؟ لان دلوقتي هو عرف من انطوانيت ان مايكل بيرتب ان هو يقتله ويتخلص منه علشان يرجع ويقتل اخوه. اذا دلوقتي رسنت هيبدا يتصرف على اذن حياته في خطر. تعال نشوف. طبعا ذا نيكست داي، هي طبعا الامور هتبدا تتازم شويه. ذا نيكست داي في اليوم التالي سبت ريد مي، بص بقى هنا ذا ليتست ريبورت فروم ذا بوليس تشيف، اللي هو بيقولوا عليه احدث تقرير من رئيس الشرطه. رئيس الشرطه ده زي وزير الداخليه دلوقتي. ايه بقى التقرير؟ بيقولوا ان some interesting things have been happening this morning، حاجات غريبة جدا حصلت النهاردة الصبح. طبعا الحاجات الغريبة دي سببها اللي حصل في السمر هاوس. تعال نشوف ايه اللي حصل. سيد سبت the police report says that the duke of استرالس، ان الامير مايكل left the capital by the road to زندا، يا عيني عشمان خد بعضه وراح واخد ايه بعضه وراح على زندا. الغريب ايه بقى يا ولاد؟ ان an hour later he was followed by ديجوتي بيرسونال اند تشارد. اذا مايكل الصبح يعني على الفجريه كده خد بعضه وسابهم على زنده مستني البشره ان هم اكيد اكيد هيخلصوا على رسد، يعني ما فيش احتمال تاني. بعدها بفتره لقى رجالته ايه، الناس لقت رجالته مشي وراه، حصلوه على زنده بعد ساعه. تمام. هو هاد ابقى ومعاه اللي هم ديكوتي وبيرسونال دي تشارد. دي تشارد بقى الغريب، هي هاد اباندج، عنده ضماده اراوند هيز ارم، معنى كده ان راسند الايه يا ولاد، طلقه من طلقات راسند العشوائيه وبيهرب جت في دراع مين؟ في دراع دي تشارت. فبيقول ايه بقى، شوفوا راسند البرد فعله، اي واز بليز، ده كنت مبسوط ذات ماي شوت، ان اصابه مني، ان ماي شوت طلقه مني ذا نايت بيفور هاد بين ا جود وان، كان مبسوط قوي منشكح ان طلقه من طلقاته كانت صائبه ايه في الليله الماضيه. فبيقول له ايه بقى فاينلي، الجزء الثاني من التقرير حاجه عينه بصراحه. يبقى الجزء الاول من التقرير بيتكلم ان مايكل بشكل غريب راح لزندا ورجالته ما كانوش معاه، وده غير حاجه غير معتاده، بل بالعكس رجالته مشي وراه بعدها بساعه ومنهم واحد مصاب في دراعه. فطبعا ده امر اثار طبعا الشك عند الشرطه. المهم بس نص التقرير الثاني بدا كوميدي بقى، بيقول له فاينلي listen to this the people of the capital، شعب العاصمة العظيم اللي هي أوضة والصالة دي، are not happy، ما هماش مبسوطين، that the king hasn't yet to marry the princess، إن الملك ما عرضش الجواز على الأميرة. معلش إحنا ما عندناش بنات تقعد كده لوحدها ويروح الرجالة يزوروها في البيوت ويقعدوا كلام فاضي، ده سمعة روريتانيا كده هتبقى في الأرض. تمام. some people say that if you don't marry her soon، الناس بتقول إن لو الملك ما اتجوزش الأميرة فلافيا بسرعة it would be better if the princess married the duke of استرس، يلمها بقى مايكل بقى، واحنا مش هنقعد كده والقرنين عمالين ينبتوا في راسنا والملك رايح جاي على فلافيا ويجيب ورد وحاجات كده، ده ما خدهاش التانيه خدها، ما عندناش بنت تقعد كده. تمام. طبعا شعب عظيم شريف وشمعته قايده وبينقي كمان مستقبل الملك. فبيقول however the king is having a ball tonight for the princess، شوف بقى قال له ما عشان كده راسندل الملك عامل ايه، بول يعني حفل راقص. تمام. tonight for the princess، عاملينه على شرف الاميره. تمام. فطبعا ساعتها الحفل ده هيطلع وراه a proposal to of marriage، عرض جواز. فبيقول له ايه I don't know anything about a ball، محدش قال لي حاجه عن حفل راقص النهارده. فراح فريدز قال له ايه oh it has all been prepared by me، انا اللي مرتب الحفله. يا سلام يا سلام على التعاون وانا اخر من يعلم. فقال له بص listen، سبت بقى بيقول لراسند listen we must you must ask the princess to marry you tonight، ما انت النهارده بقى تطلب الجواز من الاميره،
ايه يا جدع انت يا جدع، انت ما عندكش دم يا جدع. هي الاميره دي ملهاش اهل يدور عليها، يعني عماله نخدعها، وكمان عايز نطلب من ايديها اطلب ايديها للجواز. فرد قال له اي كانت دو ذات، ما اقدرش اعمل كده. شو بقى الدليل على انه it wouldn't be fair to the princess، هذا ليس عدل للاميره. الجمله دي تدل على ان راسندل was a man of principles، رجل عنده مبادئ. يعني ماشي الاميره حلوه وكل حاجه، بس مش انا الملك. يعني قال له بص يا عم اللي بيحصل ده غلط، لن يكون عدل للاميره، ما في الاخر هتبقى اخر ان القصه هتنقذ روتانيا وكل حاجه، بس انت هتجرحها تمام. فقال له طبعا ده ما دليل يا اولاد، الجمله دي تدل على ان سبت بوتس يضع روريتانياس سيك سيك اللي هي المصلحة before feelings، بيحط المصلحة قبل المشاعر تمام. ما عندوش مشاعر. فذات ايفنينج خلاص الحفلة انعملت the ball was a great success، كانت ناجحة يعني خلاص عرض عليها الخطوبة، اعلنوا الخطوبة. after we had eaten بعد اللي ما اكلنا I sat with the princess and some of other guests in a small room by the palace garden. هنا by معناها بجوار، يبقى هو دلوقتي قاعد بجوار حدائق القصر. the servants brought us coffee، الخدامين جابوا لنا قهوه، مش عارفه هم قاعدين في عزا ولا ايه، يعني ليه ما بلوش الشربات. and we had time to talk، وبدانا ندردش، وصراحه كانت محلاها دردشه. يعني احنا هنتصدم في الدردشه اللي هيدردشها راسندل. طبعا بيقعد مع برنسس فلافيا، فلافيا بينسى نفسه، بينسى انه بيمثل. فطبعا تعالوا نشوف بقى praising راسندل، هي هتقعد تمدح فيه بقى، هي كل ما تشوفه هتقعد تتغزل في حلاوة اهله. فبتقول له you have been a king for a few weeks now، انت بقالك ملك لمدة اسابيع، يعني راسندل بيلعب الدور بقاله اسابيع. said the princess everyone says you have done a very good job، الناس كلها بتقول ان انت اديت وظيفتك كويس، يعني الناس مبسوطة منه جدا تمام كده. I am pleased for you، انا مبسوطة عشانك. لبخ بقى يا عم لبخ، يلا تعالى نلبخ مع بعض كده يلا. you know، تعرفي يا بت يا فلافيا، someone once said to me، في مرة كده حد قال لي كده كان عابر في حياتي، ان a person، شو بقى المقولة دي، المقولة اللي احنا كنا بنقلس عليه، a person who has a position in society has responsibilities، ان الشخص اللي هيكون عنده مكانة في المجتمع عنده لازم يكون عنده مسؤوليات. لغاية دلوقتي الكلام حلو، النيلة بدأت من هنا. Recently يعني مؤخرا. I have realized how true this is، أدركت أن هذا صحيح مؤخرا. فرحت قالت له طب انتوا عارفين فلافيا دقية إيه وبتاخد بالها من كل حاجة. قالت له haven't you always thought that، ليه مؤخرا ليه وانت كنتش واخد بالك من كده. asked the princess، فوق بقى خلي بالك، يعني انت لخبطت لخبطيطة صغيرة فوق، لا يفوق لا لا نو لا والله كنتش واخد بالي. when I was younger، لما كنت صغير، I didn't think I needed to worry about society، ما كنتش فاكر ان انا ممكن اقلق بشأن المجتمع. I thought that was someone else's job، كنت فاكر ان دي وظيفة واحد تاني. نهارك اسود ده انت هنا. he speaks as himself، بيتكلم كنفسه كراسند، لان هو بيقول كنت فاكر ان دي وظيفه واحد تاني اللي هو روبرت، لان راسندل الاخ الصغير فعنده اخ اكبر شايل المسؤوليه، فطبعا دي مصيبه. انما ملك روتانيا هو الاخ الاكبر، يعني المفروض من هو صغير عارف انه هيستعد في يوم من الايام يبقى هو الملك. فطبعا سعيد اول ما قال الجمله دي the princess looked very surprised، قالت له but you always knew that you would become a king، انت بتهرتل بتقول ايه يا ابني، انت بتقول ايه طول عمرك ما انت عارف ان هتبقى ملك. How could you think that was someone else's job؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ ازاي تعتقد ان دي في يوم من الايام هتبقى وظيفة حد تاني؟ ساعتها بقى بدأ راسندل to be filled with remorse، بدأ يملأه الايه؟ تأنيب الضمير. فبيقول لها once again I had made a mistake، انا عرفت بيني وبين نفسي ان انا لخبطت الدنيا وعملت غلطة in what I said.
بتصادلي فجأة. شوف بقى هنا الحتة دي بدأ ياخد قرار بقى، لمع خلاص كفاية كده. instead of saying something to cover up my mistake I wanted to tell the princess the truth. بدلا من انا اقول شيء to cover up اغطي my mistake I wanted to tell the princess the truth. قررت اقول للاميرة الحقيقة. عم يخرب بيتك، ايه بقى السبب؟ ايه يا اخويا ليه؟ واي واي يا استاذ ريسندل؟ قال لك she was kind، البت بسكوتة and clever وذكية. she was going to marry the king، وهتتجوز الملك. she should know what happened to her future husband، لازم تعرف اللي حصل لزوج المستقبل. ايه الغاية من ان احنا نكذب عليها؟ البت طيبة وذكية وهتتجوز الملك، يبقى من حقها تعرف اللي حصل لزوج المستقبل. and she should know all about my game، انا رأيي انها لازم تعرف كل حاجة عن ايه اللعبة بتاعتي. I decided I had to tell her everything، ان هو طبعا خلاص لازم هقول لها الحقيقة. شوف الحتة دي، طبعا an imminent confession يعني اعتراف وشيك، imminent يعني وشيك، على وشك ان يحصل. لا فلافيا، بس يا فلافيا I said quietly so none of the other guests is good here، قرب عليها كده ولا. بص يا فلافيا there is something you should know، في حاجة لازم تعرفيها. I am not really، أنا مش but I never finished the words، لم أنهي الكلمات. ليه؟ I wanted to say because، إيه السبب بقى؟ هيقول لك إيه اللي خلاه ما يعرفش ينهي الكلمات. At that moment we heard، سمعنا footsteps in the garden outside the room، سمعنا خطوات أقدام. footsteps يعني خطوات أقدام، تك 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 تك، صوت رجلين بره، تمام؟ in the garden outside the room، خارج الغرفة وقاعدين جنب الجنينة زي فراندا كده. I looked up، نظرت الأعلى. and شو بقى رد فعله ايه؟ jumped up with fright، قفزت من الخوف، تمام؟ because a face، وجه suddenly appeared at the French window، اتظهر ايه؟ وش كده بص عليهم من الشباك من الجنينة. فطبعا I relaxed، استرخيت. when I saw that the person looking in on us was Sept، ياه يعني نقدر نقول ان سبت he interrupted رسندل، يعني هو كده ايه قاطع. مين قاطع؟ رسندل، قاطعه في الكلام. ليه؟ لان فلافيا هتبوظ الدنيا. انت لو قلت لها ممكن تطلع واحده عندها مبادئ وترفض انها تغش الجيش، ممكن كانت تصمم انها تظهر الحقيقه، فانت كده كده يا رسندل كلامك غلط. she could damage the plan. انتوا عارفين متخيلين بقى هو بيقول لها انا مش، وراح السبت راح بص عليه ايه انت بتعمل ايه من بره كده، متخيلين ازاي؟ فرد قال له ايه بقى، شو دخل دخلت ايه بقى، I apologize، انا اعتذر، but there is someone who wants to see you sir، في واحد عايز يقابلك بره، عايز يقابلك، تعالى ورايا، تمام؟ he said to me but I could tell from his eyes that he was angry، واضح كده انه مولع غضبان. how had he been listening to my conversation، how long had he been listening to my conversation، ترى واقف يتصنت علينا قد ايه. with the princess had he heard that I was about to tell her the truth، هل سمع ان انا كنت على وشك ان اقول لها الحقيقه. about who I really was، طب انت تعتقد انه سمع؟ ايوه طبعا، والا ما كانش بدا عليه علامات الغضب. he heard because he was angry، تمام كده يعني طالما كان فيه. يا جماعه بص هنا I could tell from his eyes that he was angry، غضبان غضبان، يبقى سمع الكلام. جاي له بقى بيقول له انت بتنايل ايه، تعالى في واحد عايز بره، عايزك بره، وده وقت نحناح اخويا، راح شده ومجرجره كده. من ساعتها ايه طلع رسندل سكتي مكتي وراه، ما هينايل الدنيا. فساعتها بيقول we returned to the ball، رجعنا للحفله. طبعا where the princess went quickly away with her servant، راحت بقى فلافيا ساعتها، انصرفت هي والخدمه بتاعتها. and I was welcomed by other important people، ورحب بيا ناس كتيره at the ball، في الحفله. ساعتها بقى I realized، ادركت ساعتها، حس بقى بغضبه بقى بغلطته. I realized that my game had gone too far to go back، خلاص ادركت ان اللعبه had gone too far to go back، يعني تمادت في طريق لا عودة منه. gone too far to go back، تمادت في طريق ما ينفعش نرجع منه. I couldn't tell anyone who I really was، خلاص ما ينفعش اقول لحد انا مين. or they would think I was mad،
يعني لو كنت قلت لفلافيا انا مش الملك هتقول عليا مجنون. فبالتالي سبت had stopped me from saying too much to the nurses and سبت's plan really was working. تعالى بقى تاني يوم راسندل هيبدأ بقى ايه يعرف سبت ان هو يعني بيخوفه ان هو مش هيقدر يستمر في اللعبة اكتر من كده. وان يا سبت انا بخوفك بقول لك انا مش ملاك، انا ممكن اطمع في العرش وممكن لو قعدت اكتر من كده انا ممكن انا نفسي اشيل كل اللي قدامي واستمتع باللعبة. فعشان سبت يتحرك، سبت نايم في الطريق، سبت مش عايز ينقذ مايك بتاع ده الملك، مش عايز يهاجم مايكل. طول ما اللعبة ماشية سبت مرتاح، وراسندل اللي مش مرتاح، وفلافيا هو شايف انه بيخدعها فعايز يخلص. فتعال نشوف الحته دي. راسندل طبعا راسندلز ايثيكال بيهيفير، احنا على فكره كلمه ايثكس اللي هي الاخلاق طبعا يبقى ايثيكال صفر، ايثيكال بيهيفير اللي هو السلوك الايه الاخلاق. ذا نيكست مورنينج في الصباح التالي سبت اند اي سات ان ماي روم، قعدنا في الاوضه بتاعتي ثينكينج اباوت وات تو دو نيكست. فراسندل بقى بيوجعه بيخوفه بقى، قال له do you realize I said that everyone really thinks I am the king، ان الكل فاكرني الملك، even the princess حتى الاميره. شوف بقى هنا I could even arrange for the duke and the real king to be killed. تعرف يا سبت انا ممكن من مكاني ده ادبر ان انا اقتل مايكل والملك الحقيقي. فرد قال له this is all true. فسبت انعدل في القعده كده وقال له ايوه عندك حق. سيد سبت so will you do such a thing؟ هو يا راسندل ممكن تعمل حاجة زي كده؟ فراسندل وقف كده وقال of course not، طبعا لا يا جدع I should not be here، أنا المفروض أساسا ما أكونش هنا. pretending to be anything إن أمثل دور أي حد. أسباب الاعتراض بقى إنه عايز يكمل اللعبة، أول حاجة it isn't fair to the people of Britannia، ده مش عادل للشعب الروتانيا. لا ماشي سيبك من الشعب. It isn't fair for the princess. ده مش عادل الأميرة، العدل للأميرة either. أيوة بقى هي الأميرة، الأميرة اللي وجعاك، الشعب مش هو اللي وجعك. بيقول إن ده مش عادل لا للشعب ولا للأميرة، وبناء عليه we can't wait any longer. ما ينفعش نستنى أكتر من كده. We must go to Zenda and rescue the king. أنا خلاص ما عادش قادر، لازم آخد بعضي وأروح على زندا وأنقذ الملك. فطبعاً سبت ساعتها ما اعترضش، مش زي كل مرة. قعد يقول له يعترض الكلام، لا قال له you are a good man، انت راجل طيب. ساعتها بقى ايه اللي هيحصل اللي هيخلي الموضوع بقى يعك الدنيا؟ ان هو هيجي له جوابين، هيجي جوابين لفلافيا. هو بقى خلاص قرر هيروح زندا، هيهاجم هيعمل خطه يهاجم مايكل وينقذ الملك. بس قبل ما يمشي لازم يامن المدينه الاول، بحيث ان هو لو راح زندا وقعدته طولت هناك والخطه طولت العاصمه ما تروحش من ايده. طب هيعمل ايه؟ تعال نشوف. هيروح الاول يكلم فلافيا وهيعمل نفسه ان هو رايح زندا رد فعل على سلوك مايكل باللي هو هيحصل بقى دلوقتي. تعال نشوف. First however I needed to see princess Flavia again، حبيت اشوف الاميره في التلاكيك بقى. ولاد انتوا عارفين لما يبقى كده ايه الدنيا غيمت انا رايح احذر فلافيا، الوردة دبلت انا رايح احذر فلافيا. فهو طبعا هيغادر زند فانا رايح احذر فلافيا، فاهم ازاي؟ اي حاجة اشوف فلافيا وخلاص. فالمهم first however I need to see princess Flavia again if I couldn't tell her the truth، لو مش هقول لها الحقيقة I could at least، رايح ليه بقى يا راسندل؟ warn her، احذرها that the situation in Britannia wasn't as good as she believed it to be. انا رايح احذرها ان الموقف في روريتانيا ليس في نفس الطيبة والجودة اللي بتعتقدها. إن نقدر نقول بألفاظنا إحنا إن the situation was very dangerous، إن الموقف في روريتانيا خطير، تمام كده؟ I visited her in her palace later that day and she asked her servants to bring me some coffee. طلبت، أنا مش عارفة حكاية القهوة معاهم بس يلا، طلبت من الخدامين إن هم إيه يجيبوا لي قهوة. Then she told me that، شو بقى المصيبة بقى اللي حصلت؟ She had received two letters، وصلها جوابين. One was from Michael، واحد منهم ماضي عليه مايكل، يعني مايكل بعته ايه رسمي. طب بعته ليه؟ شو بقى السماجة. Who had invited her to visit زندا، عزمها تروح له زندا. عزمها؟ انت جاي تعزمها تاني يوم الخطوبة؟
من غير خطيبها الملك، من غير اخوك، عازمها لوحدها عندك في زنده وانت عازب. فطبعا had invited her to zinda. Then she showed me the other letter. وراحت موراني الجواب التاني. فبتقول له ايه بقى فلافيا؟ I don't know who this one is from. الجواب ده مش ممضي، انا مش عارفة الجواب ده من مين. فبيقول I immediately knew who it was from. عرفت الجواب من مين. منين عرفوا؟ the writing. الخط بقى ده يشبه خط مين يا ولاد؟ اللي هو الناعم المتدلع، طبعا انتوانيت. was the same as the letter I had received. it was بقى from Antoinette de Moulin. طب يا ترى قال لها انه from Antoinette de Moulin؟ لا. and it read. الجواب التاني بقى بعتلي فلافيا ليه؟ تعرفين يا ولاد انتوانيت كانت بتحب مايكل، فلما مايكل سمع بموضوع الخطوبة ولع ولع وشاد غضب. فطبعا راح باعت جواب العزومة لمين؟ لفلافيا، عشان يستدرجها عنده فين؟ في زند، عشان يبعدها عن مين؟ عن راسندل. مين اللي ولعت بقى؟ انتوانيت. عملت ايه؟ تعال نشوف. بعتت لفلافيا جواب تحذرها من مين يا ولاد؟ من مايكل. بتقول لها you don't know me. طبعا هي فلافيا ما تعرفش ان الجواب اللي بعتها واحدة ست، تمام، ولا ممضي، بس اللي عرف مين؟ راسندل. عرف منين؟ الخط. فبتقول you don't know me، انت ما تعرفينيش. but شو بقى الجواب؟ I don't want you to fall into the power of the duke. لا اريد منك ان تقعي تحت سلطة الامير، تمام. وبالتالي do not accept any invitation from him. ما تقبليش منه اي دعوة. دي الملحوظة الاولى، دي الحاجة الاولى، تمام. تاني حاجة do not go anywhere without any guards. ما تروحيش اي مكان من غير حرس، تمام. show this letter if you can to the leader of Jordan، لزعيم الدولة. طبعا هل انتوانيت كتبت ليدر علشان هي عارفة ان راسندل مش الملك؟ يعني the leader ده لان انتوانيت knows that راسندل was not the king. طب يا ترى فلافيا اخدت بالها من عدم استخدام لقب الملك؟ امال يا فلافيا هيعدي عليها زي كده؟ at why does it say the leader not the king؟ هو الجواب ده ليه كاتبه فيه زعيم الامه مش الملك؟ طبعا راسندل راح عامل ايه بقى؟ شخط فيها، عمل نفسه غيران ووالع ان مايكل ايه؟ ان مايكل عزمها. فراح عابد لها كده على الطريق وقال لها you must do as the letter says. انت من غير كلام ومن غير نقاش ما تكلميش، انت تعملي زي الجواب ما بيقول لك. I said not answering her question. حاولت ان انا ما اجاوبش على سؤالها. قال لها I'll order guards to watch you. انا هطلب من الحرس ان هم يجوا يحرسوكي. قالت له do you know who sent this؟ هو انت عارف مين اللي بعت الجواب؟ قال لها friend of mine، صديق ليا. today you must say you are ill so you can't go to zinda. ما عنديش مروح لزنده، انت تقولي انك عيانه وما انتش رايحه. فهي طبعا وشها احمر كده وغيران بقى وحاجات كده. فقالت له so you don't mind making Michael angry. انت بقى كده ايه؟ ما عندكش مانع انك تغضب مايكل علشاني؟ قال لها بص يا فلافيا I don't mind anything if you are safe. لا امانع فعل اي شيء طالما انت في امان. يا لهوي عيطوا بقى يا بنات حتة تركي، تمام. قال لها ده انا كسر الدنيا، ده انا اقف قدام الكل بس تبقى انت في امان. ساعتها بقى طبعا هي عرفت بقى، يعني كده هي يعني الجوابين دول سهلوا الرسندل المبرر اللي هيقوله لفلافيا انه رايح زندة. قال لها بصي مايكل كده ايه عدى حدوده، انا مش هسيبه يطيح في الارض فسادا كده ويقعد يلعب عليك، انا هروح اقدبه. فطبعا ايه قبل ما هيمشي بقى ويقول لفلافيا انه ماشي، الجوابين دول طبعا غيروا الكلام اللي هيتقال. قال لك الاول امن مين؟ امن فلافيا. انا لو سبتها كده مايكل مش هيسيبها في حالها، فعيت ادور مين 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 تنفع فلافيا تبقى في ايده. الراجل العجوز الكهنه اللي اسمه مارشال ستراكنز ده لا هيبص لها ولا هيقرب منها، والراجل لغايه دلوقتي اثبت انه عنده ولاء للملك جامد وهيفدي البلد بعينه، فطبعا هيروح يقابله. وطبعا اكلير مانديت اللي هو التفويض تو ذا مارشال
للمشير ستراكنز. فبيقول I had an idea about who would be the best guard for the princess. مين أحسن حارس للأميرة فلافيا. And I immediately وفورا visited Marshal Strachans. تمام. Who I knew I could trust. خلاص بانت من الفترة اللي قضيتها معاه إن هو الراجل الوحيد اللي ينفع الواحد يثق إيه يثق فيه. I asked him to guard. طبعا ده بقى his mission اللي هي المهمة بتاعته. إيه هي بقى الميشن بقى المهمة؟ I asked him to guard the princess. طلبت منه يحرس الأميرة. And not to allow any of the dukes men to visit her. يبقى المهمة إيه بقى كده؟ دي واحدة عشان الصورة هتزغلل. I asked him to guard the princess. And not to allow any of Michael's men to visit her. يبقى رقم واحد حراسة الأميرة. رقم اتنين محدش من رجالة مايكل إيه أولاد يزورها. I told him I was worried about the duke's ambitions. المبرر بقى هل المارشال مش هيشك؟ لا. قال بص يا مارشال انا قلقان من طموحات الامير مايكل. وطبعا الناس كلها عارفه ان الامير مايكل نفسه يبقى الملك. فطبعا قال له انا قلقان انا حاسس ان هو مش مظبوط اليومين دول. فطبعا اندي didnt look surprised. الراجل لم يبدو عليه الدهشه. الناس كلها عارفه ان مايكل عنده طموح. فبيقول له ايه بقى هيسيب خطه ما تخرش الميه. بيقول له I am leaving stress for a few days. بص يا مارشال انا هسيب العاصمة عدة ايام. I told him. بص بقى رقم واحد every evening كل مساء I will send you a message. هبعت لك رسالة. تمام. if you don't get a message for 3 days لو غبت عليك وما وصلتش لك رسالة من مدة 3 ايام you have the authority لديك السلطة to say that you are now the head of strength. هيعلن الاحكام العرفية يا ولاد ان دلوقتي لو ما وصلتوش رساله لمده 3 ايام قال له ما تروحش تدور انا ما بعتش ليه. قبل ما تدور انا اتاخرت عليك ليه تعلن انك رئيس العاصمه المؤقت. تمام. you must then ask the duke بعد ما تامن العاصمه وتبقى انت تمسكها you must ask the duke to allow you to see the king. تروح بقى على زنده تقول لي الامير والنبي انا عايزه اقابل الملك. If he doesn't allow you to see the king لو ما سمحلكش تشوف الملك in 24 hours خلال 24 ساعة you must see the king is dead. خلاص يبقى المانع الوحيد انه قاتل الملك. شوفوا انتوا متخيلين ايه؟ قال له بص يا مارش انا هروح زنده بضع ايام كل يوم بالليل هبعت لك رسالة اتأخرت عليك 3 ايام ما تدورش اتأخرت ليه تمسك العاصمة وتعلن فيها ان انت الرئيس المؤقت وتاخد بعضك على مايكل بعد ما تأمن العاصمة تقول له وريني الملك. إذا ما دبر لكش الملك خلال 24 ساعة يبقى المانع الوحيد إنه الملك مات. تمام. ساعتها you must tell the people of Mauritania هتقول لشعب الموريتانيا who their new ruler من هو الحاكم الجديد will be. you do know who that will be. تعرف مين هو؟ قال له princess Flavia of course لأن هي الوريث الشرعي للحكم لأن أبوها وأمها من الدم الملكي. طبعا دي النقطة الفاصلة في القصة اللي بعدها هيبدأ مسار القصة يتغير إلى بقى ذروة الأحداث. إن شاء الله أشوفكم في تشابتر 6 وربنا معاكم بإذن الله.